ساعة أبل تستوعب شريحة اتصال يمكنها إجراء واستقبال المكالمات الصوتية. كانت هذه الميزة الأبرز في الجيل الثالث من الساعة، فلنتعرف عليها. مراجعة سريعة. تصميم وشكل الساعة لم يتغير. حافظت أبل على الواجهة المربعة بزوايا منحنية من الألومنيوم، وتأتي بثلاثة أنواع: الأولى رياضية بحزام جلدي، والثانية قياسية بحزام معدني، وهناك إصدار ثالث خاص أبل ووتش إديشن بإطار سيراميك رمادي أو أبيض. من حيث المقاس، تتوفر بمقاسين: الأولى قطرها 38 ملم وهي مناسبة للنساء أكثر، والثانية 42 ملم، والشاشة بمقاس 1.65 إنش من نوع أموليد بدقة 318x390 بيكسل. وركزت أبل على ساعتها في تطوير المواصفات والمميزات التقنية، حيث قالت إن المعالج أسرع بنسبة 70% في أدائها، كما أضافت المساعد الصوتي سيري، والرام بقدرة 768 ميجا بايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 8 جيجا بايت. وكما ذكرنا في بداية التقرير، أصبحت تدعم تقنية 4G LTE لتقليل الاعتماد على جهاز الآيفون، بحيث يمكن الاتصال من خلالها أو استقبال المكالمات. وقالت إنها تحتوي على مايك عالي الوضوح، وهذا يعني تقليل الاعتماد على الهاتف في إجراء المكالمات. وتتشارك الساعة في نفس رقم آيفون، فلا تكون هناك حاجة إلى تزويد الأقارب والأصدقاء والزملاء برقم هاتف مختلف. كما أضافت رقاقة W2 لتحسين أداء الواي فاي والبلوتوث، كما تدعم السماعة اللاسلكية الخاصة بأبل AirPods، وستعمل بنظام Watch OS 4 الجديد، والذي يشمل تحسينات في تطبيق معدل نبض القلب، حيث يقدم معلومات أكثر تفصيلا حول معدل النبضات بما في ذلك أثناء الراحة والتمرين والراحة من التمرين والمشي وخلال جلسات التنفس مع تطبيق التنفس. ويستطيع العملاء أيضا استقبال إشعار إذا ارتفع معدل نبضات قلبهم عن حد معين أثناء عدم ممارسة التمارين. كما تحتوي على مقياس ارتفاع بارومتري يساعد في تتبع النشاط وعدد الطوابق التي يصعدها المستخدم والتمارين في الخارج بما في ذلك التغير في الارتفاع، وهي مقاومة للماء لغاية عمق 50 مترا، وتقول أبل إن البطارية تصمد لمدة يوم من الاستخدام. وهناك نسخة بالشراكة مع شركة نايكي، وهي قابلة للتخصيص وتستهدف بدرجة أكبر الرياضيين. سعر الساعة يبدأ من $329 للنسخة بدون شريحة اتصال، أما نسخة دعم شبكات الاتصال يبدأ سعرها من $400. أما الإصدار الخاص أبل ووتش إديشن بإطار سيراميك رمادي أو أبيض بسعر يبدأ من $1,300، وتتوفر للطلب المسبق في 15 سبتمبر وللبيع يوم 23 سبتمبر. هل لديك ساعة ذكية؟ شاركنا تجربتك معها في التعليقات.